صل على النبي، اللهم صل على النبي. دي شغلتك يا معلم بقى ان شاء الله؟ كان الجمل بتاعها طول كده، طول كده بس تمام. ظهر بالظبط الثلاث ارباع بقى الربع، بقى الربع. خلي شكل وشتها كويسه وبحيث ما تخبطش اي حاجه تعورها. الله يرضى، الله يرضى. صل على النبي. اللي بتاعت عمك علي تمام. بحيث ما تخبطش اي حاجه تعورها ويبقى العمه شكلها كويس، الوجهه يعني الوجه بتاع شكلها مظبوط. صل على النبي تمام. وبنعمل حساب برضو بنخلي الجمل تخين زي ما هو بحيث ما يتخبطش في اي حاجه خلق، وكل ما يبقى قصير كل ما يبقى متين. دي شغلتك عامه ان انت تظبط؟ شغلتي ان انا بطار بعالجها برضو لو فيها خراج في رجليها او فيها اي جرح انا اللي بعالجها. بالصلاه على النبي تمام. عامله كام البقره دي بالصلاه على النبي كده؟ دي هتعملها 23. 23 والده ذكر، والده ذكر. بالصلاه على النبي. دي ذكرها؟ بالصلاه على النبي. ستات لبن، ستات لبن. بالصلاه على النبي. المعلم رضا الراجل المحترم بيقوم واتفرجوا وشاهدوا، ونعتذر عن الصوت بسبب مشكلة في الفيديوهات. شوف يا جماعة بيعمل ازاي شغلته الصعبة، وبالشاكوش وبالحديدة السكينة بيقطع ازاي القرن الجاموسة. اللهم صل على النبي. نعتذر عن الصوت بسبب مشكلة في تسجيل الفيديوهات. بأمر الله هجيب لكم رقم الهاتف الراجل المحترم ده، السوق جاي بإذن الله. نعتذر عن الصوت بسبب مشكلة في تسجيل الفيديوهات. وبنشكر كل الناس اللي بتتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر. تعب اليوم راح هدر، ولابد ان نعرض لكم اللي احنا صورناه، بس للأسف من دون صوت. على قد ما قدرنا نجيب رقم التليفونات الناس اللي عارضة البهايم في الفيديو ده، وربنا يوفقكم يا رب. وشكرا لكم على دعمكم المستمر، ونشكر الناس اللي من داخل مصر ومن خارج مصر. ولا تنسوا الاشتراك في قناتي، وكل يوم بإذن الله فيديو جديد من سوق جديد، وبإذن الله هنصور قريب من البدراشين والأسواق المهمة في الجيزة بإذن الله. مهنة صعبة جدا. لستر رضا الرجل المحترم بيقوم بتظبيط قرون البقرة اللي قدام حضرتكم، وزي ما اشرح لكم اللوستة رضا بيعمل ايه في قرن البقرة في بداية الفيديو. ربنا يحميه لشبابه. بالصلاة على النبي. هنجيب لكم بأمر الله بإذن الله، هنسجل بأمر الله السوق الجاي فيديو له، وهنجيب لكم رقم تليفونه حتى تتواصلوا معه. بالصلاة على النبي. صل على النبي. صل. شوفوا بيعمل قرن البقرة ازاي. معلم رضا متواجد دايما في سوق دمنهور، وهو من محافظة البحيرة. صل على النبي. صل. الرجل المحترم المتواضع. وبنشكر كل الناس اللي بتتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر. وبأمر الله فيديوهات جديدة وحصرية بأمر الله من كل سوق، من كل محافظة. وبإذن الله هننزل محافظات الصعيد. العجل ب6000 جنيه. اللهم صل عليك يا نبي. مال الطيب. والبراون دي يا معلم، جراوند دي 45 اللهم صل عليك. هنا الفاخر، هنا اللهم صل عليك. هنا الفاخر عندنا، هنا اللهم صل. 55 معاك، ما معاكش تعالى مهمات. جلسه يا معلم عبد الله العريان 56، وده 5000. اللهم صل عليك يا نبي. مال الطيب. انت 45 اللهم
اللهم صل عليك يا نبي المرض الطيب. واللي نايم ده فين ده؟ نعم الفاخ. ايه؟ خمس تلات. اللهم صل عليك يا نبي. اللهم صل عليك يا نبي. اللهم صل عليك يا نبي المرض الطيب. ما طلعتش ما طلعتش. واللي جاي بالتاج بخدش. لو فكر بيقول لك اسعار كده. لا لا صل على النبي. حاجة على الفاخ. تضيف عندنا. اللهم صل. رقم حضرتك كام معانا؟ معانا رقم التليفون 10 16 15 72 18. اسمك يا معلم؟ عبد الرحمن عبد فسود منقول حبيبي يا باشا. نعتذر، لدينا مشكلة في تسجيل الفيديوهات اليوم. نعتذر. المعلم حسن. الاربع حلقات. بس على النبي عامله كام بمرض الله يا معلم؟ 6900 جنيه. 6900 جنيه. واللي معاك دي بس على النبي الثانيه دي 6800 جنيه. 6800 جنيه. معاك حاجه ثانيه؟ بالصلاه على النبي. رقم الهاتف المعلم حسن. تليفونك كام؟ 35 11. متواجد على طول في اوضه منور دكتور الدولي على طول. الصلاه على عرض للمعلم حسن مستمر دائما في سوق دمنهور. نعتذر، لدينا مشكلة في التسجيل. أسعار المعلم حسن. للتواصل مع المعلم حسن رقم الهاتف 012 70 70 35 11. متواجد على طول في اوضه منور دكتور الدولي على طول. صل على النبي. خمس بقر ضمك تبع المعلم حسن برضه. صلى على النبي صلي. عرض مفتوح للمعلم حسن في سوق دمنهور وقطور الدولي وأسواق البحيرة. اللهم صل عليك يا نبي. معلم حسن من الناس المحترمة اللي بتقول أسعار بجد وثقة ثقة ثقة. بالصلاة على النبي. ده ابن المعلم حسن، أظهر معلم في السوق ابن المعلم حسن. صلي على النبي صلي. دي سوق الحصانة. بالصلاة على النبي في دمنهور. بالصلاة على النبي صلي على النبي صلي. بكام عامل كام بمرض الله؟ عامل كام حاجة؟ 12250. بالصلاة على النبي. عمره قد ايه يا معلم ده؟ 14 بالصلاة على النبي. يا عم حسام بلغ انا فلاح. وايه ده؟ ايوه حاجه فاخره هنا في سوق دمنهور. ايه يا حبيب قلبي؟ عامل كام درخل ده؟ عامل له كام ان شاء الله؟ ذكر برضه؟ كلهم ذكور؟ 13 100. بالصلاة على النبي. هات هنا سيد. والكبير ده طبعا يا شباب برضه؟ شباب عامل كام الكبير ده؟ عاملة كام؟ 4000. 4000. بالصلاة على النبي.
عم 4000 جنيه. اللهم صل عليك يا نبي. ضمن هو صلى على النبي. اسمع حدا كم علي؟ اسمي سعيد. الاسعار شدة ولا السوق عم لا الاسعار شدة عن السوق اللي فات. شدة كثير وكل السوق كمان. رقم تليفونك كيف؟ هذا برمي التليفون تاعك يا مريم زرعش. السلام عليكم. سوق الحمير والحصانة والسوق ضمن هو. معلم سيد أزر معلم لسه تطلعوا زيرو 10 11 3 6 7 9 7 4 بالصلاة. اسم حدا غيبة سيد أبو ياسين. أبو ياسين صلى على النبي. صلى على النبي. معلم سيد أزر معلم عامل 4000 الصلاة على النبي. 4000 واحدة بابا. نعتذر عن الصوت بسبب مشكلة في تسجيل الفيديوهات وشكرا لكم.